النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لما بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول حاجة، إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أول حاجة قال لك تدعوهم ليها التوحيد، إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك للتوحيد فاعلمهم، يعني أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يعني لو ما أجابوك ما توريهم الصلاة ذاته، لأنه دي إن شرطية هنا، قال فإنهم أجابوك لذلك، يعني إذا لم يجيبوك لذلك فلا تعلمهم. عشان كده أول حاجة دول يعرفوا في الدين العقيدة دي، والعقيدة دي شنو؟ ما حاجة كبيرة كده ولا بيشتروها من السوق، دي جاءت في القرآن الكريم، قال تعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ودير كان بيدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيدعو لشيء غير العقيدة الصحيحة، لأن ربنا لما نزل عليه القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز، ودي الأصنام ربنا قال له فهجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا أمر بالرسالة صعد إلى جبل الصفا ونادى في بطون قريش وقال: يا صباحا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وذلك كان بيفهموا لا إله إلا الله معناه شنو، ما زينا هسه في ناس بيقولوا لا إله إلا الله وما فاهمنا، دول بيقول لا إله إلا الله ورا بيطلع حجبات، بس على قد الحجبات بلا إله إلا الله شنو؟ لا إله إلا الله دي جات عشان ما تربط حجبات، إذا أنت ربطت لك حجاب يبقى ما في أنت ذاتك. فذلك العرب فيهم كلام، قالوا تبا لك يا محمد، ده أبو لهب، ألهذا جمعتنا؟ ربنا نزل تبت يدا أبي لهب وتب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنهم في سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، نخلي ذيل كلهم ونعبد الله براه. والآلهة دي كانت شنو؟ الآلهة دي كانت عبارة عن أصنام وأوسان، والأوسان دي كانت صور لأولياء وصالحين في الزمن ذاك، دي الأصنام ودي الآلهة اللي كانت ما بتختلف عن الأوسان الموجودة الليلة في شيء أبدا نهائي. نفس الكلام اللي بيقولوا هسي كانوا بيقولوا زمان، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ديل شنو؟ لعيبة كورة، تجار في السوق، ديل شنو؟ ديل أولياء. في تفسير ابن عباس وده ود عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا 5 رجال صالحين. ديلك صالحين بخشم الباب، ما طلص بتاعنا ديل، ديل مواسير ما صالحين، لكن قف أفرط صالحين عشان ما تزعل، أبوه الشيخ ما صالح خلاص قلنا صالح، أفرض إنه صالح كده مبسوط خلاص. الصالح ده الله قال ما يعبده، ده الموضوع معاك هنا، ده المحك، ها ده الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم الصالحين ديل ما تعبدون معي، ما تدعون من دون الله، ما تتوكلوا عليهم من دون الله، ما تخافوا منهم من دون الله، ما بيملك لكم ضر ولا نفع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر
قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. قرآن ده واضح عشان كده زول لو غالطك قل له افتح المصحف سورة الزمر الآية الثانية بتقول شنو؟ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. أمشي سورة الرعد الآية 16، ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء. أولياء ربنا في القرآن قال لك في ناس عندهم أولياء من دون الله، وده الشرك. الله رسل له والرسول ونزل له جبريل بالقرآن من السماء عشان يقول للناس ده الشرك، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي يشركون به من الأنداد ومن الأولياء المزعومين من دون الله سبحانه وتعالى. فدي حقيقة الإسلام، دي لو ما عرفتها انت الإسلام ده لسه ما جبت لها خبر ذات. عشان كده شوف أي ذول بيدعو الناس للدين وعامل فيها ذول دين وإمام وشيخ ما بيتكلم في التوحيد، ده إما ذول جاهل، وده أحسن يقعد تحت يتعلم، جيب له ورقة وقلم يكتب ألف باء تاء سا، يا إما ذول عارف الحق لكن ما دار يخسر الناس. عين الناس كده كتار، أنا أحسن أتكلم لهم في حاجة كده سمحة، تعالوا أتكلم لكم في فقه الزكاة، وده بيعتقد في غير الله، وبكرة تلقاه ماشي حولية وماشي ما عارف مودي بياط للشيخ. ده تتكلم له بالزكاة بتاع شنو؟ شيوخ ديلة ضيعوا الأمة دي وغيبوا الحقيقة عن الناس، ما بورنوا الناس الحق. أكلمك البلد دي الزول مما تلقاه بيقى شيخ وعمل له دقن عرفتها وربط له عمة وركب له منبر، أول حاجة بيعملها بيزوغ من الحق. ليه؟ لأنه داير الناس يتابعوا، داير الناس يبقوا معه. يا سلام يا شيخ فلان ده والله زول ممتاز ممتاز دي هنا، لكن ما بتحلك قدام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا في سورة البقرة قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذول دين يتكلم للناس في الحق، قول الحق. انت بتخاف ليه؟ تخاف لجنو؟ قول لك الناس بيزعلوا، ما يزعلوا. الله قال لك ترضي الناس كلهم، وربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دار ترضي لا انت، انت عندك حزب سياسي دار تنزل انتخابات، خاشي انتخابات انت؟ عشان كده ده لخبة الدين وما وروا الناس الحق. تفتح القنوات التلفزيونية دي الآن، أنا بتكلم عن الليلة ما أمس ولا أول أمس، الليلة شيوخ رابطين عمم عمائم على بهائم والله الذي لا إله غيره، يتكلموا للناس في الدين بلفوا يدوروا البلد وما البلد والحاصل وانبسخت وتمحورت وتبلورت، وفي هذه الإطار إطار بتاع راسك الله يطير مخك. يتكلم للناس في الحق، يتكلموا للناس في الدين ووروا الناس الحاصل، وروا الناس إنه سبب البلاوي والفتن والمحن والحرب والجوع والعطش والضرق سبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. أنا دار أعرف ليه الناس الخايفين، ما بتتكلم ليه أنت؟ وما تسمع لك أنت كذول مسلم لأي ذول، أي ذول جاء قالوا يا وإسلاما والدين وألحقوا الإسلام، يا تو إسلام يا مولانا، يا تو فيهم حقك أنت ولا حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الرسول هو التوحيد، ما بتتكلم في التوحيد أنت ذول فاشل. قال الشيخ بن باز رحمه الله في تفسير الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال فمن دعا إلى التوحيد فقد دعا إلى الله، ومن لم يدعو للتوحيد فقد دعا إلى نفسه
داير الناس يعظموه ويحترموه ويتابعوه، لكن ما دايرهم يحترموا الدين ويتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. ودلان عندهم مصالح، عشان كده التوحيد ده حر والكلام فيه ما مراه ما في مصلحة. شغلة دي مرات تجيب لك مشاكل، تدوي دقوق عكاز يطردوك من الحلة، كله بيحصل من البيت، كله بيحصل. ليه؟ لأنه ده الحق. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لمن قام على قومه كان في الزمن ذاك يشار إليه بالبنان ويسمى بالصادق الأمين، لكن لمن قال لهم الله واحد والأولياء والأصنام دي ما تعبدوها ما تدعوها ما تستغيثوا بها ما تخافوا منا، طردوا من مكة ودارين يقتلوا ذاته. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليه؟ عشان قال لهم الله واحد. انت افهم الدين ده ذاته، لأنه في ناس الليلة لافين والجماعة ديل وما عارف، يا ود الناس الله يهديك، نحن موضوعنا واحد ما بتغير أبدا، ونسأل الله يثبتنا على الكلام ده، ما بنغير إطلاقا. والكلام ده ما عندنا به غرض ولا مصلحة من بني آدم وش شبر ماشي في الوطن دي إطلاقا أبدا، لأنه نحن بنقول للناس أعبدوا الله، الدائرين إنه نحن من الله ما من ذول، ولا دارين ذول يتابعنا نحن ولا تبقى معانا، ولا عندنا جماعة ولا عندنا حزب، وما في جماعة ذات صحيحة، كله باطل. شد إخوان مسلمين كيزان باطل، أنصار سنة مركز عام باطل، أنصار سنة معارف إصلاح باطل، صوفية سماء كله باطل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حرام مسلم يشهد إنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ينتمي ويدخل ويخش فيما تسمى بالأحزاب السياسية والجماعات الإسلامية والطرق الصوفية والحركات البهلوانية والعلاقة الحاصلة، ما بجوز ما بجوز. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله قال لتابعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم كان حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ده الدين ودي العقيدة الصحيحة اللي بتنجيك قدام ربنا سبحانه وتعالى. لكن يا أخي البلد الليلة ضايعة، البلد الغطس حجرة، شنو أضيع البلد دي؟ شنو ما انت ما تفكر براك أضيع البلد دي اللي خبط حساباتها فوق تحت؟ شنو بلد فيها نيلين الأرض دي تشت إن زرعت في الحيطة بتقوم، في الحيطة خلي الوطن في الحيطة بتقوم شجر، أي مكان تمشي فيها خير فيها زراعة فيها بشر فيها أي حاجة البلد، لكن بعد ما بتلقى بينها ولا شيء، الناس منها يطفش ويمشوا برا. ليه؟ لأنه بلد فقر. أجاب الفقر شنو؟ أقرأ القرآن ده خليني من التنظير بتاع ناس التلفزيون والسياسيين، واحد ده بيسكر فتة لأنه بيعصروا له وبعدين بده ظرف صارف بيقبض قروش على الكلام اللي بيقوله ده. أقرأ القرآن بوريك الحق. ربنا قال وتلك القرى أهلكناهم لما شنو ظلموا، ظلموا دي معناها شنو؟ نرجع للقرآن. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، معناه الشرك هو الظلم، وربنا قال لما ظلموا يعني لما أشركوا، فربنا أهلك القرى لما أشركوا وقعوا في الشرك. ربنا في سورة الأنبياء قال وكم قصمنا من قرية كانت شنو ظالمة واقعة في الشرك بالله. ده اللي بيغطس حجر البلد،